طلع متطوره هدى زين الدين. راح اعطيكم سر بس لما اقول الو. الو 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 الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. علوا لي صوت بلا شوي، مين معنا على الصوت؟ جو علينا الصوت. الو. نعم معي. وعليكم السلام. انا مصطفى الاغا من ام بي سي، اتعرف عليك. انا مصطفى محمد الحسن الهادي. اتعرف عليك. انا مصطفى محمد الحسن الهادي، والد عمر مصطفى محمد الحسن. واحدة واحدة، الاسم. الاسم مصطفى محمد الحسن، والد عمر مصطفى محمد الحسن. مصطفى عمر الحسن. ايوه. شو انت والد احد معين؟ والد عمر، والد عمر مصطفى محمد الحسن. مين عمر؟ عمر، عمر ده ولدي. هلا انت مصطفى عمر صح؟ انا مصطفى، انا مصطفى محمد الحسن، والد عمر مصطفى محمد الحسن. انت مصطفى عمر؟ لا، مصطفى محمد الحسن. انا مصطفى محمد الحسن. انت مصطفى محمد الحسن. هاي والد عمر، والد عمر مصطفى محمد الحسن. مين عمر؟ عمر ده ولدي. وعمر ولدك؟ ولدي ابني، ابني هاي. يعني ابنك هو اللي اشترك وانت والده؟ ايوه. طب ما تعطيني ابنك، ليش اخذ الموبايل للرجل؟ قالت كويس انا اديك ابني. هاك يا عمر. ها اعطينا عمر. الو. ايوه اديك، اديك عمر خلاص. بعد شو رح يخلص البرنامج قبل ما اقول لك اي كلمه. الو. ايوه وده عمر. وده هات عمر، هات عمر. اول مره أيوة. والد واحد برد. عمر. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. انت عمر الحسن ولد ابن مصطفى؟ ايوه. كنت نايم يعني ولا فايق؟ مشان لا والله هو يا دوب صحيت بسمع. ها؟ كنت نايم بسمع يا دوب. كنت نايم. والنعم. اذا اسمك عمر الحسن، عمر مصطفى الحسن. عمر محمد الحسن. عمر محمد. ما ابوك قال انا اسمي مصطفى عمر الحسن والده لعمر. Anyway انت عمر محمد مصطفى الحسن صح؟ هاي هاي. طيب انت خليكم مرتاحين انتوا اثنين. طيب عمر، انت وين؟ باي مدينه في السودان؟ بالخرطوم، بالامدرمان، وين؟ في وادي مدني. وادي مدني. في عندكم فريق كويس وادي مدني كره قدم؟ ها. كم عمرك يا عمر؟ عمري 16 سنه. انت تدري انه نحن اتصلنا وما حدا رد، قلت لهم اقطعوا تبع الهيد اند شولدرز وراح نسحب واحد جديد، بس شاب حباب عنا اسمه حمادي قردبو اصر يضل يتصل، واما طلع والدك مصطفى محمد الحسن وانت طلع اسمك عمر محمد مصطفى الحسن. يعني ابوك اسمه محمد مصطفى الحسن صح؟ مصطفى محمد الحسن. مصطفى محمد حسن. طب انت كيف صار اسمك عمر محمد مصطفى الحسن؟ بس بالله اشرح لي اياها. هاي ابوك اسمه مصطفى، شو بدكم باثنين هدول؟ ابوك اسمه مصطفى صح؟ ايوه. وانت اسمك عمر صح؟ ايوه. يعني انت اسمك عمر مصطفى صح؟ ايوه ايوه. لك ليش قلت لي عمر محمد مصطفى الحسن؟ لا لا انت بس قلبت عكست. ما علينا. شو كان حلمك يا عمر؟ قديش عنا وقت؟ والله يا بدل القروش. كيف؟ القروش. قروش. عمرك 16 سنة. لسه زواج بكير. والدك الله يخلي لك اياه. بعد شو تساوي بالفلوس؟ القروش شو تساوي فيها؟ والله طبعا هو نبني مزرعة والقروش الباقية. مزرعة؟ اخواني بناية وكذا. بناية ومزرعة. واخ 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 واخ. وتستقل عن والديك يا عمر. الو. رجعت نمت ليكون. الو. 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 هاي. خذ اعطي معي يا ابن الحلال. كم مرة اتصل فيك عليك واحد وقال لك انت يا عمر شو حلمك؟ كم مرة بحياتك صارت؟ والله يا اما انا الليلة لغاية اول مرة اي واحد يضرب علينا. اول واحد يضرب عليكم. هذا الكمبيوتر. اسمع عمر محمد مصطفى الحسن من وادي مدني. اتصلت كم مرة؟ اتصلت بالرقم الدولي؟
كثير ولا قليل؟ والله كثير يا اي معلش بشوف حظك انت. شوف يا عمر محمد مصطفى الحسن يلي من السودان من وادي مدني يلي بدك القروش القروش ها خذ وعطي معي أيه. قول اعطي تفاعلات خليني ادخل في الجو اعطيني اي شيء. عمر ايوه بالله خذ وعطي معي مددنا البث كرمال خاطرك. صالح ابو شرار عم بيشعل هلا. عمر شكرا لكم كثير يا سيدي. اول مره في حياتي راح اعملها يا عمر محمد مصطفى الحسن والفلوس صارت لك مبروك. شكرا لكم يا الله يبارك فيك يديك العافيه. بالله العظيم اذا كان عمري 16 سنه وواحد قال لي القروش وحصه من اكثر من مليون دولار لا اقوم انط ما احط. اعمل لك شي شغله يا عمر ولا راجع تنام؟ الو عمر اي معك ايوه والله شكلك مو معاي. اعطني ابوك اخلو كلمتين يا ابو عمر. ابو عمر الو نعم فيأتوا يا ابن الحلال كان خليته نايم كان اخذنا واعطينا معك. عطنا كلمة يا نعم. يا أبو عمر نعم الله ينعم عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مصطفى الأغا من إم بي سي. نعم بس حبيت أسلم عليك. نعم وابنك عمر مصطفى الحسن فاز بالقروش. والله ما شاء الله يا أخي أهلا وسهلا. ألف مبروك يا أخي. الله ألف مبروك. إي والله تستاهلون. ألف ألف مبروك. بعد في وقت ولا خلص؟ أنا راي على الرياض. بدك شيء يا أبو عمر؟ راي على الرياض برجع إن شاء الله الأحد. بدك شيء؟ أبو عمر والله بدي 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 إنه كيف حتترسل لنا القروش؟ لا تخاف توصلك الفلوس توصلك الفلوس. باي.